أحبك يا ربي خوفا وطمعا، تحلو مرى عيش في رضاك، وما أطيق سخطا على عيش من الرغد. أهلا وسهلا بيكم، وبنبدأ اليوم الـ14 من رمضان. كل سنة وأنتم طيبين، ومعانا المصحف بتاعنا، ومعانا ضيوفنا ملاك وشطان بسيوني وبسكوتة مراته. احنا بدأنا متأخر شوية معلش، بس عشان خاطر على بال ما صليت الفجر وجيت. بسيوني وبسكوتة هيشاركونا القراية، وانتوا عشان خاطر بتحبوهم فانا حبيت افكركم واثبت لكم تاني، نفس اللي بيعمل لكم فيديوهات ومعاه حاجات كوميدي بيحاول يجتمع معاكم على البر والتقوى. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. احنا في شهر رمضان عشان ربنا يدينا الهدى. اهلا اهلا، كله يهل. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فإحنا معانا الهدى والفرقان، بس مش اللي أنا شايلهم دول، الهدى والفرقان في المصحف ده. فإحنا هنقرأ مع بعض الجزء الـ16 الـ14 سوا. أنت بتبص لي ليه؟ هنقرأ سوا الجزء الـ14. فيلا كله افتح المصحف، لو أنت بتعرف تقرأ اقرأ معايا، لو ما بتعرفش تقرأ هات المصحف امسك وانا هقول وانت تسمع ورايا، ويلا بينا ناخد الثواب سوا. مستعدين؟ الجزء الـ14 صفحة كام في الآية كام؟ فاحنا صفحة 262 سورة الحجر من أولها بقى، اتفقنا؟ صفحة كام؟ 262. تحت هنا اليوتيوب، فوق هنا الفيسبوك، صفحة 262. احنا مش هنطول عن نص ساعة، فحاولوا تكملوا معايا اللايف عشان خاطر تاخدوا الثواب. بس يوني انا عارف ان الشياطين اتحبست، فجي وقتكم انكم تودعوني عشان خاطر اقرا مع الناس. سلموا عليهم ويلا بينا نستمتع. اتفضل. هو بسيوني اللي ممكن يبقى ايه، يبقى حابب يشارك، لان هي بسكوتها خوافه شويه. كل سنه وانتم طيبين. يلا كله يفتح الصفحه 262 سوره الحجر. مستعدين؟ ازيكم يا بتوع اليوتيوب؟ انا عايز الناس تثبت حضور دايما بانها بتكتب كومنت. اكتب كومنت اي ذكر من اذكار الله، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. واللي موجود يكتب احنا في سوره كام، صفحه كام، عشان كل شويه هخش وتخش ورايا. بسم الله. مستعدين؟ الصوت واضح عندكم؟ الدنيا تمام؟ انا عايز اقول لكم واقفين تحتي، فانا ايه هم قاعدين بيلحسوا، فاحنا عشان خاطر الوقت ما يضيعش هنقرا وبعدين نبقى نلعب مع القطط شويه. هنقرا سوا يلا. اول حاجه تجدد النيه. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسونه بينهم الا حفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه وذكرهم الله في من عنده. فكل ده بيحصل لنا دلوقتي ومعانا القطه دي. سوره الحجر صفحه 200 بتقرا ورايا عشان تاخد الثواب. مستعدين؟ 1 2 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يكونوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولا كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما أتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلك في قلوب المجرمين.
لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أنا حاسس إن أنا شايل ابن أختي هتخرجينا من مود المطلع. بص يا جماعة احنا نقلنا في صفحة 263 اللي موجود يكتب أي ذكر من أذكار الله واللي متابع يكتب احنا بقينا في صفحة كام في آية كام اتفقنا؟ يلا عشان أنا هقرأ بسرعة وأنتوا تقروا ورايا. القطة مستكانياسة أيوة تشكريني؟ ماشي. شفتوا بتطبطب عليا ازاي؟ ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظنا من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددنا وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي الموتى ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال فخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون من الساجدين قال إبليس ما لك إن خلقته من صلصال إنك رجيم وإن عليه إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني بما أغويتني إلا عبادك منهم المخلصين قال لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين
لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ده أمر رباني، ربنا هو الغفور الرحيم، قرار رباني. فأنت ربنا بي يعني بيبلغ النبي ينبئ عباده إن ربنا الغفور الرحيم. فأنت عندك رمضان أكتر شهر ينفع تستغل فيه المغفرة بتاعت ربنا، تحاول تتقرب وتحاول تطيع وتحاول على قد ما تقدر تمشي على الصراط المستقيم، من دعوات، من استغفار، من توبة، من عمل صالح، التقرب لزوجتك، لأولادك، كل الناس تحاول تمشي على الصراط المستقيم في اتجاه ربنا، فربنا يغفر كل اللي فات. فربنا بيطمنك هنا وبيقول لك نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم، مفيش بعد كده. نرجع لأول صورة فوق، موضوع إن إبليس لما جه يسجد لسيدنا آدم، تلاحظ هو إبليس هنا إيه المشكلة بتاعته؟ استكبر. استكبار إبليس هو اللي طرده، لأن الكبر ده بتاع ربنا، من صفات الخالق. فإن حد يتكبر ده طرد من رحمة ربنا. فلوس ما تستكبرش، جالك شهرة ما تستكبرش، جالك ولاد، جالك حياة، جالك تفوق ما تستكبرش. حاول تربي الإنسان الصغير اللي جواك عشان خاطر لما تموت وده الروح اللي جواك تطلع للي خلقها، رحمة ربنا هو الكبر، مش بس إنه عصى الأمر، إن هو استكبر. تمام؟ يلا بينا ننقل، كان في حاجة تالتة بس مهم يعني. ننقل 265. الحاجة التالتة إن إحنا في ربع الحزب الأولاني، إحنا خلصنا ربع الحزب وكل الجزء حزبين، كل حزب أربع تربع، فكمل معايا، ما يعني ما تقفلش وضيع الباقة وتخاف عليها، أنت بتتفرج على مسلسلات أصلاً. فإيه، كمل معايا وخد الثواب، وإحنا إن شاء الله هننجز على طول. جددوا النية إن إحنا في طاعة ربنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال بشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. قالوا بشرانك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا أيها المرسلون. فأرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إن لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. فلما جاء آل لوط للمرسلون قال إنكم قوم منكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. وآتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وجاء أهل المدينة يستبشرون. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين.
فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين ما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. خلصنا نص الحزب، الربع الاولاني والربع الثاني. بصوا الدنيا بتنجل على طول اهو. هنقرا سوره النحل، نركز مع بعض بقى. حاولوا ايه يعني، ادوني من وقتكم، ما تبقاش عايز تخلص، خليك عايز تستمتع. انت داخل في رحله في كلام ربنا، يمكن تقدر لو ركزت توصل لمعاني ما حدش هيعرف يوصل لها بسهوله. ان حد يشرحها لك دي مش سهله، ان انت اللي تفهمها دي اللي اصعب، فحاول توصل لها. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوا. سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أنذروا أنه لا إله إلا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيب مبين. ولأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم
منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون اعذرونا يا جماعة صوتي تعبان أصلا. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولعلكم تهتدون يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون وهم يخلقون أموات غير أحياء إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ما أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون قد مكر الذين من قبلكم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تكذبون فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون
كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل يلائك أو يأتي أمر ربك كذلك فإن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فاضل لنا صفحتين دول ويبقى خلصنا أول حزب اللي هو نص الجزء. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من وعدا علي حقا بلى وعدا علي حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما في الشمائل سجدا لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض وما من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. نوصل هنا لنقطة مهمة، حد فاكر الكلمة اللي فوقيها شرطة معناها ايه؟ يا ريت تكتبه في الكومنتات حالا. لما بنلاقي كلمة فوقيها شرطة وفي آخر الآية في علامة اللي هي السودة دي معناها ايه العلامة دي والكلمة اللي فيها شرطة؟ عايزكم تكتبوا حالا. ونلاحظ هنا ان العلامة دي الشرطة في اية عليكم سجدة التلاوة، الناس كلها كتبت والله انتوا شطار. سجدة التلاوة دي هتلاقي الكلمة ولله يسجد وما في السماوات والارض، يسجد هي اللي فيها شرطة، يبقى دي الكلمة اللي ايه استحقت السجود. ليه بقى العلامة دي مش موجودة في نفس الاية، موجودة في الاية اللي بعدها؟ دي السؤال بتاع النهارده، هتعرفوا وتسرشوا وترجعوا تبعتوا لي في رسائل الصفحه تقولوا لي ايه الفرق بين انها تبقى موجوده في نفس الايه او تبقى موجوده بعدها بايتين. احنا هنصلي دلوقتي سجده التلاوه، المفروض ان انتم متوضئين، انا هصلي بيكم وانتم يعني هأمكم، هقول الله اكبر، احنا في سجده التلاوه ما بنقولش كده، بنسجد على طول الله اكبر وبعدين بنرفع على طول.
فانا بقول الله اكبر تسجدوا، الله اكبر تقوموا، وهما بنقول دعائين بالظبط. حد فاكرهم ولا فكركم بيهم؟ الدعاء الاولاني سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله احسن الخالقين، تمام. والدعاء الثاني بنقوله ايه؟ اللي انت تقدر تقوله قوله، ما قدرتش قول سبحان ربي الاعلى 3 مرات وخلاص. الثاني اللهم اكتب لي بها اجرا وارفع عني بها وزرا واحفظها لي يوم القيامة زخرة وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك وداود، تمام. يلا سجدة التلاوة، خدوا الثواب معايا وهنسجدها سوا. انا هجيب اللايف اهو، هسجد اقول الله اكبر تسجد وراي، هطول 30 ثانية واقول الله اكبر تقوم وراي، اتفقنا؟ الله أكبر. الله أكبر. بس يا سيدي ما بنرفعش ايدينا ولا بنسلم، بعدها بنسجد وبعدين نقوم تاني ونقول الدعاء اللي انا قلته من شوية، والشاطر هو اللي هيكتبه في الكومنتات دلوقتي. وعلى فكرة مش شرط خالص انكم تسجدوا سجد التلاوة، يعني انت ممكن في مرة ينفع تسجد وفي مرة لو انت سمعت يبقى عليك سجدة، وممكن في مرة مش شرط تسجدها، يعني اتفقنا؟ فيها اراء كتير قوي. بسم الله. بسيوني عمال يلعب وعايز يجي، بس انا ايه، خليكم ثانيه. مش مهم، كنت هجيب لكم القط. بسم الله. يلا سجدنا سجدة التلاوة. انا بحب اول اليوم ده عشان ايه، بحس ان انا اديتكم معلومه وانتم بتخشوا تشاركوني بمعلومه ثاني. خلصنا الحزب الاول، فاضل نفس الوقت في حزب ثاني. هقرا بسرعه وتقول ورايا بقى. في الآية 51 آية 51 صفحة 272، وقال الله لا تتخذوا إلهين ولو ما في السماوات والأرض ولو الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليهم من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم
فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب رحمة لقوم يؤمنون. يبني الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والله خلقكم ثم توفاكم ومنكم من إن الذين فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون. الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. إن شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم
بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم قول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون. صفحة 277. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان كفيلا. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى أن تكون أمة. إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. والله أعلم بما ينزل. قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى
وبشرى للمسلمين. في الآية رقم 100 ربنا بيحذرنا من الشيطان، فبيقول لك لما يجي لك شيطان استعذ بالله. فأنت لو على يقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالشيطان بيعد. اتفقنا؟ ففي هنا بقى حاجة جميلة قوي، احنا عارفين ان الشرك بالله يعني ايه الواحد يكفر، فده معلومه سطحيه، انما التفاصيل شرك يعني عارف المشترك، عارف لما حاجه تشترك معاك في طاعه ربنا فانت بتشرك مع ربنا حد، وبتبتدي ايه تؤله مع الله الها، زي اللي يروح عند السيده زينب ويقعد يدعيها هي مش يدعي ربنا، زي اللي يجيب حجاب ويتخيل ان هو ده اللي يحميه مش ربنا الحافظ. اتفقنا؟ فهو بقى إيه؟ إنما سلطانه اللي هو الشيطان، سلطانه إيه؟ على الذين يتولونه والذين هم به واخدينه هو وسيلة وهم به مشركون. هو مش هيشرك بالشيطان، يعني مش هيكدق، يعني مش هيكفر بربنا فيكفر بالشيطان. يشرك بربنا مفروض يشرك بالشيطان، لا يشرك به، يعني واخده وسيلة يشارك به مع ربنا. المفروض انت بتطيع ربنا فرحت جايب حاجه مشارك بيها في طاعه ربنا، فربنا قال لك كده والشيطان قال لك كده، رحت واخد ده لزقه جنب ده وقلت امشي كده. فهمنا يشركون يعني ايه؟ هي جت تجلت عليا من عند الله. فاضل لنا 4 صفحات. انهم يقولون انما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتأك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا فأخذهم العذاب. واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.
إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم ثم أوحينا إليك أن اتبع إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمنون. صدق الله العظيم. فتح الله عليكم طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدة. بنقول دايما دعاء كفارة المجلس، لو كان في خير بيكتب لك خير ولو شر بيتمحي. سبحانك اللهم وبحمدك ثلاث كلمات. سبحان الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شكرا ليكم، كان يوم جميل ولايف ممتع، وتبدأ اليوم ال 14 اللي هو فيه أمر 14 وانت قاري الجزء ال 14. كل سنة وانتم طيبين. كل حد عنده كلمة عايز يقولها لي بعت لي على رسائل الصفحة على محمد حلمي، أنا بقرأ كل الكلام لوحدي، ما فيش حد هيرى. قلت لي كلمه تشجيع هفرح، قلت لي كلمه عايز تقولها لي عندك راي، زائد ان في مسابقه قلناها في اول اللايف لازم ترجع وتفتكرها ايه هي، وانا هفكركم بيها تاني. المسابقه كان عندنا ايتين فيهم سجد التلاوه، الكلمه الاولى يسجد فوقها شرط، العلامه اللي هي بتاعه المصليه دي مش موجوده في نفس الايه، موجوده في الايه اللي بعدها. ليه؟ ايه الفرق بينها لما تكون في ايتين ولما تكون في ايه واحده؟ ده المسابقه واللغز، سرشوا عنه وابعتوا لي في رسائل الصفحه على محمد حلمي، وانت بتوع اليوتيوب نورتوني، وابعتوا لي برده على صفحتي في الفيسبوك محمد حلمي. مع السلامه وكل سنه وانتم طيبين، اشوفكم على خير، ودعوا لي وانتم